بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف السابع مع حل أسئلة وتمارين درس حبات البرتقال. السؤال الأول: في أي فصل من فصول السنة وقعت أحداث القصة؟ دلل على ذلك من النص. وقعت في فصل الصيف، وما الدليل على ذلك؟ الدلالة من النص أن جميع الأشياء تحت سيطرة الشمس، بين الوهج وهي حرارة الشمس والانتظار وحرارة الصيف. السؤال الثاني: ما الذي كان يحمله الرجل الأعرج؟ كان يحمل كيسا من البرتقال. السؤال الثالث: حدد مكان القصة. القصة حدثت في الشارع. السؤال الرابع: اذكر الحدث الرئيس الذي بنيت عليه القصة. الحدث الرئيس هو عبور الشارع وسط زحام السيارات ومعه كيس البرتقال، أي عبور صاحب الرجل الأعرج الشارع وهو يحمل حبات البرتقال، الكيس الذي يوجد فيه حبات البرتقال. السؤال الخامس: وضح العلاقة بين عنوان النص ومضمونه. العلاقة هي تفصيل بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال، حيث أن النص يفصل قصة حبات البرتقال. إذن يفصل القصة التي تتكلم عن حبات البرتقال، وكيف أن الرجل اشترى حبات البرتقال ووقف على الرصيف وأراد أن يعبر الشارع ويذهب إلى البيت ويصل إلى أولاده وإلى أسرته ويعطيهم حبات البرتقال، فيوجد تفصيل بعد إجمال. السؤال السادس: وردت في النص جميع الأفكار الآتية ما عدا هي الاقتصاد في الإنفاق، هذا لم يرد في النص، فكان هناك حديث عن حب الأسرة وعن الحياة أنها مثابرة وصراع، وكذلك تداخل ذكريات بين الماضي والحاضر، هذا كله ورد في القصة. الآن هنا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة. انتشلها بأقصى سرعة. كلمة انتشلها في العبارة السابقة تعني أي رفعها، عندما قال انتشل رجله أي رفع رجله. ب: أمام حنفية صدئة. تشير كلمة صدئة إلى أن الحنفية كانت متآكلة قديمة. جيم: أطفأ الزمن وجوههم. هذا التعبير يدل على ويرمز إلى ماذا؟ إلى الغياب. إلى الغياب، أطفأ الزمن وجوههم أي نسيهم بسبب كثرة غيابهم وطول غيابهم. السؤال الثاني: استبدل بالكلمات التي تحتها خط كلمات تحمل المعنى نفسه. حشد كل عضلات جسده الرهيفة. حشد أي استجمع، والرهيفة بمعنى الضعيفة أو الرقيقة. السؤال الثالث: استخرج من النص ألفاظا أي كلمات وعبارات تمثل الحقلين الدلاليين الآتيين. نريد أن نستخرج كلمات تدل على شدة الحرارة، مثل سيطرة الشمس، عرقه يسيل، الهواء الساخن. فهذه الكلمات لها علاقة بشدة الحرارة. أيضا كلمات لها علاقة بالذكريات والحنين، مثل يتخيل مشهد أولاده حينما يعود، تفجر في نفسه مشهد لأمه وللحادث القديم. بدأت تظهر تلك الوجوه كالوميض الخافت توقظ قلبه. وهنا سؤال: حدد من النص ما يدل على أن أسرة الرجل الأعرج فقيرة، عندما قال تقف زوجته داخل المطبخ أمام حنفية صدئة أي قديمة تلفظ ماءها قطرات، وعدهم بحبات البرتقال فاكهة هذا الشهر، أي أنهم لا يحضر لهم في الشهر إلا نوع واحد من الفاكهة، فكانت حبات البرتقال هي فاكهة هذا الشهر. السؤال الثاني: راوح الراوي بين في سرده للأحداث بين الماضي والحاضر والمستقبل. استخرج من النص ما يدل على ذلك. ألف حدث يتعلق بالماضي، مثل تفجر في نفسه مشهد لأمه وللحادث القديم الذي تسبب في إصابة قدمه اليسرى. هذا
فعل ماضي تفجر، فهو يتذكر الآن ماذا حدث في الزمن الماضي. باء، حدث يتعلق بالحاضر. الرجل الأعرج يحاول، فهذا فعل مضارع فهو يتعلق بالحاضر. يحاول عبور الشاعر كي يصل، أيضا فعل مضارع، إلى الرصيف المقابل. حدث يتعلق بالمستقبل، عندما قال ربما في الشهر القادم سيقدم لهم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على المستقبل. تفاحا أحمر، يتخيل كل واحد منهم وهو يقضم تفاحة. السؤال الثالث، اعتمد الكاتب أسلوب الوصف في أكثر من مشهد في النص، اقرأ من النص ما يمثل ذلك. عندما وصف الشمس قال الشمس تغرز أشعتها في رأسه ورقبته، عرقه يسيل، عيناه تحرقانه، يداري لهيب الشمس بوضع كف يده على جبينه، وصارت يده مظلة عاجزة بينما الرصيف، إلى آخره. السؤال الرابع، تكررت في النص بعض العبارات، حدد هذه العبارات. العبارة التي تكررت هي تحت سيطرة الشمس، وأيضا رصيف حارق حزين. ما دلالة هذا التكرار في سياقه الذي ورد فيه؟ هذا دلالة على شدة حرارة الجو وتوهج الرصيف من الحرارة. السؤال التالي، جمع الراوي بين مشهدين حدثا في الزمن نفسه وفي مكانين مختلفين، حددهما من النص. الحدث الأول هو الشمس تغرز أشعتها في رأسه، عرقه يسيل، عيناه تحرقانه، وأيضا عندما قال في الوقت نفسه تقف زوجته داخل المطبخ أمام حنفية صدئة تلفظ ماءها قطرات، تغسل الأرز وباللحاف الذي يغطي رأسها تمسح عن جبينها العرق. فهنا قال في الوقت نفسه، فحدث هذا الحدث مع حدث الوصف هنا. ب، بين أثرهما في رسم أحداث القصة، ما أثر هذين الحدثين في رسم أحداث القصة والنص؟ يبين أثر ارتفاع درجة الحرارة على الفقراء في فصل الصيف سواء في الشارع أم في البيت، فلا يوجد في البيت مكيفات ولا يوجد أجهزة لتبريد البيت، وكذلك الحال في الشارع، الجو حار. سؤال سادس، ضع خطا تحت الكلمات التي تحمل معنى مجازيا. معنى مجازيا ما معنى ذلك؟ أي غير حقيقي. الجملة الأولى، الشمس تغرز أشعتها في رأسه، تغرز فهي لا تغرز حقيقة وإنما مجازا، سيارات تلتهم الشارع، هذا معنى مجازي غير حقيقي، وتمضغ الهواء الساخن، معنى مجازي غير حقيقي. سيارات تزمجر من اتجاه واحد، السيارات لا تزمجر وإنما هذا معنى غير حقيقي، حيث شبه السيارات بماذا؟ بالأسد الذي يزمجر. ب، وظف واحدة من تلك الكلمات توظيفا مجازيا غير حقيقي في جملة من إنشائك. الحياة تمضغ الرجال من كثرة العمل. السؤال السابع، ورد في النص مشهد لم يكتمل لتعرض الرجل لإصابة في قدمه. استخرج من النص العبارة التي تدل على أن المشهد لم يكتمل. يبعد المشهد سريعا لأنه يحاول العبور فلا يستطيع. ب، تخيل بقية المشهد بما يوضح سبب إصابة الرجل في قدمه اليسرى. مثلا ممكن أن نقول عندما كانت الأم تعلم ابنتها الخياطة والابنة تعلم أمها الكتابة، أرسلت الأم ابنها لكي يشتري لها بعض أدوات الخياطة من الدكان الواقع في الجهة الأخرى من الشارع المكتظ بالسيارات، فهي كانت تخشى عليه من عبور الشارع منفردا، ولكنها أرسلته وقلبها يرتعش خوفا عليه. وبعد دقائق من خروجه صدمته سيارة وهو يعبر الشارع، فجاءها خبر الحادث، وبعد العلاج حدث له عجز في قدمه وأصبح أعرج منذ صغره. السؤال الثامن، يتصف الرجل الأعرج بعاطفتي الأبوة والإصرار، أين تجد ذلك؟ الأبوة تظهر عندما قال يتخيل مشهد أولاده فهو يفكر فيهم، يفكر بهم حينما يعود إلى البيت ويقدم لهم كيس البرتقال فيفرحون ويرقصون، فهذا كله يدل على عاطفة الأبوة. أما الإصرار فالذي يدل عليه عندما قال حشد كل عضلات جسده الرهيفة، رمى قدمه يحاول اليمنى إلى طرف الشارع، تكأ بالأخرى المصابة،
وظل يهرول في الشارع العريض بأقصى ما أوتي من قوة. فهذا كله يدل على ماذا؟ على الإصرار. السؤال التاسع: ورد في النص مقطع يصف أصنافا من الناس عايشها البطل في حياته، عينه تعرض وجوها شرسة أحيانا وأخرى مرحة، أصدقاء قدامى أطفأ الزمن وجوههم وأشعلتهم الذاكرة حينما كان يشاركهم الحزن والفرح. السؤال العاشر: في رأيك أكان الراوي مشاركا أم غير مشارك في أحداث النص؟ وضح ذلك. نعم، الراوي الذي يروي هذا النص كان مشاركا في أحداث النص. ماذا؟ ما الدليل؟ عندما تذكر الحادث القديم. السؤال الحادي عشر: هل كان الراوي يعلم ما تفكر فيه الشخصيات؟ علل إجابتك. الشخصيات التي في القصة؟ لا، حيث وصف كل ما يدور في ذهن الرجل الأعرج وذهن زوجته، وهذا هو حال كل الفقراء. السؤال الثاني عشر: اكتب نهاية أخرى للنص. النهاية قد تكون هكذا: قرر الرجل العودة لإحضار كيس البرتقال، ولكن صدمته السيارة المسرعة، فوقع الأعرج غارقا في دمه مفارقا للحياة، وضاعت آماله في إسعاد أبنائه بالبرتقال. هنا معنا عد إلى قصة علامة تقولين شكرا، وقصة حبات البرتقال المنتقى بدقة، ووازن بينهما من خلال إجابتك عن الأسئلة الآتية: ألف، حدد القصة التي اعتمدت أسلوب الحوار. التي اعتمدت أسلوب الحوار هي قصة علامة تقولين شكرا، والقصة التي اعتمدت أسلوب السرد هي والوصف هي قصة حبات البرتقال. ب: أي القصتين أعجبتك من حيث سهولة أسلوبها ولغتها ونهايتها؟ معللا رأيك: التي أعجبتني هي قصة علامة تقولين شكرا. لماذا؟ لغة سهلة وأسلوب مباشر وواضح ويوجد حوار. النهاية في قصة علامة تقولين شكرا بها نصيحة جميلة، وهي عدم الاستسلام والمطالبة بالحق. لكن قصة حبات البرتقال بها انكسار، وبقاء الفقير على حاله حزينا دليلا. السؤال الثاني: لم تقف إعاقة الرجل وإصابته بالعرج حائلا، أي مانعا، عن المضي بهمة وتصميم في الحياة. في ضوء العبارة السابقة: ألف، أذكر نماذج لشخصيات كان لها أثر إنساني رغم إعاقتها الجسدية. مثلا نور الدين السالمي رغم إعاقته البصرية لم يمنعه من كتابة الشعر وتأليف الكتب، وغيره الكثير من الشخصيات. فعلى الطالب أن يبحث ويتحرى عن شخصية كانت مريضة فيها إعاقة لكنها تحدت المرض. ب: كيف ألهمت هذه الشخصيات البشر في الصبر والهمة وعدم اليأس في الحياة؟ إن المعاق لا يستسلم ويتغلب على صعوبات الحياة، فما بالك بالصحيح القادر. أي بما أن الشخص المصاب الضعيف المعاق الذي عنده بعض الأمراض لا يستسلم، بالتالي يجب علينا نحن الأصحاء الذين لا نعاني من أمراض أن نكون صابرين وأن نجابه الحياة. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.